ومعملنا صاير أحسن ما يكون. أولا بدي أم ولا بدي بيكي، بدي مصنعنا أسمار اللونة. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت والطبقه العامله بخير ان شاء الله. استاذ بعد اذنك انا مضطر اترك الاحتفال وانزل على بكير شوي. نعم تترك الاحتفال؟ لك معقول هالحكي يا استاذ رضوان؟ سيدي لانه بدي روح على المطار استقبل امي، لانه عبال عندكم يعني هي راجعه من الحج. يا استاذ رضوان مو وقت المطارات هلا؟ مالك شايفه حابكي برا؟ بلا استاذ حابكي تماما بس. لكن شلون لك قلب تترك الاحتفال وتنزل على المطار؟ بس يا استاذ يعني. يا ابني مو وقت العواطف هلا، الله يرضى عليك. روح احتفل مع رفقاتك وبلا لك نروح على المطار. اخواتك بيروحوا عنك يا اخي.